بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رساله خطيه الى اخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دوله قطر الشقيقه تتضمن دعوه سموه للمشاركه في اعمال المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته السابعه والثلاثين والتي تستضيفها مملكه البحرين خلال شهر ديسمبر المقبل وقد سلم سعاده السيد ناصر فارس القطامي القائم باعمال السفاره البحرينيه لدى قطر الرساله الى سعاده الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجيه بدوله قطر الشقيقه